مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم، حلقه جديده وسيزون جديد من ذا تشارت شو. انا وزميلي نيكولا داغر اشتقت لك. انا اشتقت لك كثير واشتقت لكل المشاهدين نانسي، واكيد بدنا نوجه تحيه لكل فريق العمل، اكيد طبعا المخرج رافي بنوجه له تحيه كبيره، ليلى البروديوسر كمان بنوجه لها تحيه كثير كبيره. مشاهدينا اشتقنا لكم كثير كثير بعد هيدا اللوك داون شي شهر تقريبا، قلنا صرنا شهر غايبين عنكم، ونصحنا كثير بهذا الشهر يا نيكولا، اشتقنا نزكزك شوي الفنانين. انا نصحان من 3 كيلو الحمد لله، انا فادوني. رح نبلش انا وياكم مشاهدينا من التوب 20 لادم في حدا. هذا بدنا يا ما يلا نقدر ننسى لو شو ما عمل فينا. توبيك بريكينج مي، قبل البريك اللي اخذناه نحن كانت معنا بالتوب 20، بس بما انه هالاغنيه كثير عم تنطلب عبر ميكس اف ام لبنان، وعبر اكيد الانرجي اف ام، وعبر فيرجن راديو، رح تبقى معنا على النمبر 19 يعني، بس تراجعت كانت بالمراكز الاولى. اذا خلينا نشوف سوا نحن وياكم توبيك وبريكينج مي. حلو حلو، انا حبيت الكليب وحبيت حبيت الفكره دائما عندهم هيدا الشعطات الاجنبيه. مش بس هيك نيكولا، نحن بكل شيء صار بدنا درايف. ايه والله، خلينا نحن نحضر الكليب نحن وياكم. نمبر 17 هالاسبوع حمزه نميره وفادي شويه، حققت نجاح كثير كبير عربيا من كلمات خليل عز الدين والحان حمزه نميره. هالاغنيه نسبه مشاهده فيها 72 مليون، يعني نسبه مشاهده بالخيال. خليني اقول لكم انه هيدي كمان على التيك توك اخذت كمان، تعرفوا التيك توك هلا ترند اكيد مولع الدنيا. والحلو خلينا نشوف، في ناس عم تعرف تستعمل التيك توك، في ناس عم تستعمل التيك توك للجلجقه او لللو ليفل which is very bad. الا انا نيكولا ما عرفت لا استعمله ولا عم انا نزلته على الفاضي. عرفتي باول ما بلش شيء اسمه لوك داون، بس ما حبيته، it's not me. بس بتابع كم شغله، كم فنانه، كم بحيهم، اكيد ما بحيي الفنانات المعروفين اللي عم بيطبخوا على الهواء، سيرين عبد النور و غيرك. طيب خلص، لا حلوه الفكره، ليه ما حبيتها؟ خلص نطبخ مره اثنين مش كل مره، بركي هلا باللوك داون عم يعملوا شيء جديد شيء نيو. انا ما بلاقي غلط طبخت حمزه نميره، انا طبخت نيكولا. داني تسندني معاك ونقول المرتبة 16 مشاهدينا وتايلور سويفت ويلو. كان يشوفه والمرتبة 15 لجمال ياسين ماشي. جمال ياسين وجاد شويري، يعني عم نحكي عن كليب بقلب بيت كسر الدنيا. ومش بس هيك نيكولا، قديش شي ناتشرال وقديش الامور يمكن الطبيعيه. حبيت فكره الاجار كيف مرقتها، قديش الامور الطبيعيه. اي اجار؟ لا انه البيت للاجار، لا ببيت جاد. ببيت جاد شويري بتوجه له تحيه حبيب قلبي جاد. اوكي هيدا الكليب بتصور ببيته لجاد. حلو حلو، بس انا ما حبيت الدخول تبع جوزيف عطيه، انه ما فهمت الكونسبت يعني. فات على البارتي اللي هو عملها جاد باللوك داون، فات مثل ضيف شرف وظهر دغري يعني. بس كمان ناخد الجانب الحلو انه كان موجود، التصوير كان ببيت صح، ولكن كانت النوعية حلوة، كان كواليتي جدا رائعة، القصة الكونسبت كانت كتير حلوة وسبشل ومميزة. شو رايك نشوفها سوا نيكولا؟ يلا يلا. الدنيا بتنهار مشاكل الليل ونهار، وانا ماشي مش واخد بالي ده بجد ولا زوب. You broke me first. دايما في بالعلاقات ناس بتكسر قلب حدا قبل التاني، ودايما في ناس مثل ما بيقولوا بتكسر القلب او بتكسر العلاقه، بتكسر كل شيء، بتكسر كل شيء. ودايما في ناس بس تشوف ناس مثل ما بيقولوا كل جديد له رهجه، خلص بتبطل لك انت رهجه، خلص بس مجرد يعني كتار بيقولوا لما يوصلوا للشغله خلص بتنتهي. بس واي خليكم عاملين ليميتس لحالكم اكثر، خلينا مش بس هيك عاملين قيمه لحالكم وحبوا حالكم. اي نيكولا يو بروك مي فيرست، خلينا نحضرها سوا. حبيبه
جاستن بيبر هولي. هولي اتس ان اميزنج سونج. هيدي الاغنيه احتلت المراكز الاولى بالبيلبورد توب 100، واكيد خليني اقول لكم بيوروب كانت تصدرت المراتب الاولى، ايضا بلبنان بالاذاعات اللبنانيه الاجنبيه تصدرت المراكز الاولى. خلينا نحضر سوا نحن وياكم نمبر 13 فور ذس ويك اون ذا تشارت شو، جاستن بيبر هولي. But I might go down to the river. جاستن بيبر مجنون، بيلبقلو بيلبقلو الجنون. تاتويت 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 تاتويت، فينا نعمل هيك. اوكي مخرج هيدا التاتو، عم نفرج التاتو على الهواء. اوكي انا بحب التاتو. أنا شو الهدف هلا؟ ما فهمت نيكولا. انا بحب فرج التاتو بما انه عنده يعني تاتو. شي حلو. اكيد شي حلو. اوكي طبعا دائما عندي شعطه. دائما انت السباق. بعدنا عم نحكي عن الجنون والخويت. اوكي نيكولا، والى المرتبه 12 حبيبنا ايمن زبيب رميو قلبي من كلمات زين ونبيل عياش. نعم. و الالحان اكيد لحسن عيسى. واكيد نسبه المشاهده صارت لهلا 79 كي، يعني 79 مليون على اليوتيوب. بدنا نقول مبروك يعني ايمن غير فتره. 79 الف للكينوت. ايه مظبوط 79 ألف او 79 ساعدونا يا 79 ألف. فاذا لهلا 79 ألف يعني اكيد فينا نقول راجعه موفقه له، مع انه كان ضيفنا كمان على عيد راس السنه. بخصصنا ايمن زبيب النجم، بدنا نرجع له تحيه كثير كبيره، واكيد تحيه كثير كبيره لروك برودكشن اللي هي مستلمت له هلا اداره اعماله. روك وانتوني حكيم بدنا نرجع لهم تحيه. انا دائما اقول شغلي، الفنان لما يرجع حلو تكون عودته قويه. فايمن من الاشخاص اللي هن اوريدي ناجحين ولكن احيانا عم بيغلط بحق نفسه. فكل التوفيق لك ايمن، ويلا نسمع اغنيتك سوا. نشوف حمام الدوح وش مالك تون، انت ربع اللي اون ونيت. والمرتبة 11 لشون مانديز مونستر. قبل ما نحضر مونستر، حبيت كليب ايمن كثير. اوكي مونستر شكلك ما حبيته. قبل ما توقف مع فاصل علينا، خلينا ننتقل احنا وياكم لايدي شيران واغنيه افتر جلو. ايدي شيران ودائما الاعمال الواو. ايدي شيران دائما التينيجرز الفريش بلاد نيو جينيريشن بيبل كثير بحبوا يسمعوا له. هلا احنا وياكم هلا ننتقل قبل ما نطلع مع بريك علينا، ايدي شيران نحضر سوا افتر جلو. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light. نيكولا شو رايك تاخد انت البريك هلا؟ يلا فاصل، خليكم معنا مشاهدينا نكمل تشارت شو. شو استجد بالاغاني اللبنانيه والاجنبيه والعربيه؟ خليكم معنا ولكن نعود بعد هذا الفاصل عبر قناه نيو فيجن الفضائيه. عودة لكم مشاهدينا، واكيد لنتابع انا وياكم ونيكولا ذا تشارت شو وسباق الاغاني اكيد عبر قناه نيو فيجن الفضائيه. بنحيي الجميع وكل اللي عم بتابعونا. قبل ما نكمل التوب 20 خلينا نقول كمان النجم زياد موسى واغنيه يا غزالة اللي عم تحقق بالدول العربيه نجاح ساحق جدا، رح تدخل معنا اكيد الاسبوع الجاي بالتوب 20 كاونت داون عبر قناه نيو فيجن الفضائيه. فبدي احييه كمان، عم بحضر كم هائل من الاغاني ورح يكون قريبا بلبنان كمان رح نستضيفه على الهواء مباشرة. تحية للفنان زياد موسى. ولكن هكمل. ايضا رح نتابع هلا انا وياك ونكمل التوب 10 المتبقيين لنوصل للتوب 1. صحيح. هشام الحاج ما حبيتني، وطبعا هالاغنية اللي حققت نسبة نجاح كثير عالية ووصلت ل 858 ألف مشاهدة. طبعا بنحب نذكر انه ايضا هشام عم بحضر لاغنية جديدة رح تنزل قريبا. خلينا نشوف هشام الحاج ومن بعدها بنكمس احنا سوا نحن وياكم. جرح بيوع جرح ينام تعب. نتابع سوا مشاهدينا، واكيد اطيب الاوقات لكل اللي عم بيتابعونا بلبنان وبكل الدول العربيه، وطبعا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بنيو فيجن الفضائيه، واكيد كل اللي بيتابعوا نانسي على الانستغرام نانسي السيد ونيكولاس داغر اوفيشال عبر الانستغرام اللي هو اكثر ترند على السوشيال ميديا. ما تتابعونا على التيك توك، فيسبوك فيكم اذا بدكم. عن جد عن جد انت ليه منك موجود على تويتر حقا؟ انا تويتر موجود نيكولاس داغر 1 فيكم تعملوا لي، بس انه كان مهكر رجع.
رجعته رجعناه. اوكي رح ننتقل احنا ليكون هلا للنمبر 8 this week number 8 on the chart. مايا واكد ببيروت هالاغنيه من كلمات مايا ونسبه المشاهده على اليوتيوب 1.4 مليون. خلينا نقول لكم رح تنزل اغنيه جديده من كلمات والحانه. اللحن رح يكون خلينا نقول روسي اذا بدكم وناطره لتخلص وهيك. شو حلو. ايه حتنزلها قريبا. بدي اقول مبروك لمايا واكد على التوب 8 فور ذيس ويك على نيو فيجن. خلينا نحضر سوا. ليلي مشتاقه سوا نتلاقى دهلي تشاو بلا تشاو بلا تشاو. وإلى التوب 7 ديفيد جيتا ليتس لاف. لك العنوين شو حلو. غنيتي مش أي. معقول إدارة النيو فيجن تي في بدي أطلب منكم أعملوا معروف هذا الكليب كترونا إياه على الـ على ليتس لاف. وأنا بوعد كل المشاهدين إنه كل كليبات التوب 20 رح تصيروا تشوفوها during the week كمان على السوشيال ميديا على موقع أيضا النيو فيجن 24/7 رح نختار لكم أنا ونانسي أجمل الكليبات لحتى تحضروها إن كانت عربية أو إن كانت أجنبية. فكل التحيات لكل المشاهدين. إذا خلينا نحضر سوا ديفيد جيتا ليتس لاف نمبر 7 فور ذيس ويك. نيكولا قد ايه حبيت العنوان ليتس لاف؟ انا شهادتي مجروحه بالحب يعني ما كثير حاحكي عن اللاف. ننتقل سوا لاي مرتبه. هلا ستي معي انت اللي رح تحكي. اوكي خلص ليتس لاف. مايلي سايرس خلص من وقت ما كانت تعمل قصص للصغار ورجعت صارت تغني انا مغروم فيها. مايلي سايرس ميد نايت سكاي هيدي الاغنيه اللي ما عم تقبل انها تظهر من ولا سباق اغاني ان كان بين مجمل الاذاعات العربيه ومجمل الاذاعات الاجنبيه ان كان بمحليا او عالميا مش رح اقول عربيا او بالدول المجاوره. كمان بتوب 20 نيو فيجن اللي كانت معنا قبل اللوك داون. شو بدك تحضري؟ اي بدي احضر ناطره لشوف. حضروها. والى التوب 5 اريانا جراندي بوزيشنز. روقي تعال ناخذ بوزيشن نظبط القعده. اوكي بوزيشنز كمان من الاغاني اللي كثير حلوه لاريانا كثير تراندي. ايه مظبوط وعن جد يعني حقيقة كل شيء ايضا انا اي لاف اريانا جراندي شي سو كيوت شي سو بيوتيفول. خلينا نشوف سوا الكليب يلا. انا يا نيكولا شو بك انت؟ حسين الجسمي. حبيبي بالفونت العريض ما عم تفل غالي وأقرب من الوريد بس ما عم تفل حالتي تتشخص جنون. أنا برأيي مشاهدينا نطلب من أي ملحن أو شاعر عم يحضرنا هلأ أنه مباشرة يبعثنا كلمات ألحان توزيع تسجيل لا ننسي السيد لأنه حابة تغوص بعالم الفن والغناء. 419 مليون ليك هالأغنية قديت تستاهل نيكولا. عن جد هيدا نجاح الكبير. ومين غنيها؟ نسمع سوا. خلينا نطبطب على الكليب. حبيبي بالبنت العريض غالي وقرب. هيك من المشاهدين اكيد رح ننتقل نحن وياكم لبيلي اليش Therefore I am. بيلي اليش كمان اغنيه رائعه جدا. في اغاني لها تقريبا شهرين وثلاثه نازله على الاسواق العربيه والاجنبيه ولكن ما فينا نشيلها من التشارت نظرا للفوتينج اللي انتم بتصوتوه عبر شاشه النيو فيجن او ان كان عبر موقعنا التواصل الاجتماعي. انا وناس كثير بيوصلنا على الانستغرام بيوصلنا كثير على الانبوكس بيوصلنا كثير مسجز. That's why في كتير قصص كمان نحسب نحن بصالات فيرجن ميجا ستور قديش حسب المبيعات والإحصاءات بالأسواق حسب كمان بيلبورد توب 100 اللي بيصير بيو كي وكمان على السوشيال ميديا أكيد والريتنج اللي عم تحققه كل أغنية. صحيح 100%. فخلينا نحن وياكم نحضر بيلي أليش Therefore I am. نانسي قبل ما نرجع بس بدي اقول الفنان علي حسين انا رجع له تحيه كثير كبيره عامل غنيه ميكس بين التركي وبيحكي تركي اللحن التركي ايه اكثر من رائع بغني تركي بنفس الوقت وعم بغني عربي اغنيه يعني ميكس لحن تركي وكلام الفنان علي حسين كمان رح يكون قريبا هيك اغنيته رح تكون معنا بالتوب 20 بدي ارجع له تحيه كثير كبيره للفنان اللبناني علي حسين وكمان رح يتوجع على تركيا ليخلص كمان بكليب رح يصوروا بتركيا. شو حلو كل التوفيق لك أكيد علي وإلى التوب 2
بالمبدأ لمي مطر. يعني مي مطر بالآونة الأخيرة نيكولا عم نشوفها دايما عم بتحقق تقدم كثير كبير. أنا ستيني شو عم بعمل؟ أنا لا أنه مي مطر نقطة ضعفة. أنا عم بقول نيكولا عم جامل إشياء فعم بتحقق. أنا بس اسمع مي مطر على الهواء رح قولها عبر قناة نيو فيجن الفضائية. مي مطر هي نقطة ضعفة أنا بحبها لأنه مش بس بتغني، هي كانت متابعة حالات الناس كلها. ومش بس هي كمان مؤلفة وملحنة. كل شيء شوفي على البيانو شو حلو. أنا بدي أوجه لها تحية، وكان لي لقاء خاص ببرنامجي هيدا، أنا كان في حلقة خاصة يعني كتير عطيتني قصص وتعلمت منها كتير قصص، بدي أوجه لها تحية. شو حلو مرتبة نايمانة على الشاشة شاشة نيو فيجن. وكمان ما بدنا ننسى أنه كمان حققت 1 مليون ف ريتنج كتير عالي. يلا نحضر. المبدأ ما في رشا وهي كانت آخر دمع لما الحبيب. أنا وياك نيكولا ما فينا جوزف عطية. طبيعي أكيد هالأغنية يلي مش بس حققت نجاح كتير كبير، ومش بس مين ما كان عم بغنيها، ومش بس ديما منحطها بالسيارة ومنعلي الصوت. جوزف يعني دايما أنت بقلبي وأنا بحبك قد الدنيا عن جد، وعن جد أغنيك دايما من الأغاني اللي بتكسح. وبدنا نذكر أنه من كلمات وألحان رامي شلهوب، ونسبة المشاهدة وصلت ل 3.4 millions. Okay, now we move to number one on the chart for this week. عبر نيو فيجن دبي وكل الدول العربية، قطر، مصر، وين ما كنتوا عم تحضرونا، خلينا نحضر احنا وياكم المرتبة الأولى. جوزيف عطية. وشوف الثواني ساعات غربتك. يعني جوزيف عطية كسرت الدنيا فعلا طبعاً. وهيدي الأغنية يلي بتستاهل انه تكون نمبر 1 بالتشارت شو الجدارة طبعا. برأيك رح تستمر بهذا الريتنج لا؟ انا بحس ايه وان شاء الله ايه. هلا ممكن خلينا نقول انه في اغاني بتصوتوا لها مش دغري بتنهار من التشارت، خاصة اذا كانت هيتس، يعني اذا كانت اغاني ضاربه بتضل معنا بالتشارت، ولكن ممكن تتراجع حتى ممكن تعمل ترجع قشطة على النمبر 1. فخليكم كتير منيح مركزين عن جد. قد ايه في تعب عند الفنان لحتى يضلوا محافظ على هيدي النسبه ودائما يكون اكتف اكثر على السوشيال ميديا. وجوزيف من الاشخاص يعني دائما يلي دائما اكتف، دائما بنشوفه بمواضيع جديده وبكونسبت جديد. على كل حال نحن وصلنا نيكولا لختام حلقتنا. قبل ما انت تودع بدي اقول اكيد دائما تتابعونا كل اسبوع عبر نيو فيجن تي في والتشارت شو، على امل انه يعني نكون حققنا قدر ما فينا المطلوب منا كاعلاميين عم نواكب كل الاغاني والفنانين على الساحه الفنيه. اذا مشاهدينا اكيد بدي اكيد بعد فتحه هالبلد وبعد اللوك داون اللي هيك خلص تقريبا والبلد عم بيفتح تدريجيا والحياه بس لابد ما نضلنا مثل ما بيقولوا منتبهين ونضلنا سيف طبعا اكيد، بس بدنا نقول انه نحن كثير سعداء انه رجع البلد يمشي وين ما كان تقريبا بكل الدول العربية الدول المجاورة. لقونا بحلقة جديدة الاسبوع الجاي، اغاني جديدة، ودائما عبر قناة نيو فيجن الفضائية. ضلوا بألف خير وتصبحوا على خير.